سلام الحبوبات ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بالصحه والسلامه يا ربي كما كنقول لكم ديما. اليوم غادي تكون فلوق جديد، غيكون هكايا غير اليوم صيفط لي راجلي ميساج قال لي راه جايب لي واحد الكادو، يعني مفاجاه كادو، فديجا انا كنت طالبه منه واحد الحاجه، فنتمنى انها تكون هي اللي جايبها ليا، وخليكم مع باقي التفاصيل في الفيديو ان شاء الله، وتنتم تفاجئوا تشوفوا شنو هي هذه المفاجاه هذه. وكنبغيكم ملي تشوفوا انا دابا كنتسناه، قال لي هو شويه المهم انا غنسمع على سانسور لانه كيدير واحد الحركه كنعرفوا انه هو اللي طالع، وخليكم معايا نتوما تشوفوا الدخله ديال اللي بعد، غيتفاجئ ملي يشوفني كنصور. والمفاجاه اللي قال لك كادو عاد تنتسناه بفارغ الصبر، شنو هي شنو هي هادي؟ راه ما شايفه والو. شنو هو الكاد؟ شنو هو اللي بغيت؟ لا حلف بالله، حلف بالله خلاص. ما كتلوحو بعد ما تغدينا وتحلنا من عملت في مشروع تكنولوجي. لون وهنا المعلم محمود كيصايبها هيك. محمود معلم انت معلم، دير اش دوك دير اش هذا ديال الضوء غير هذيك. وهذا هو اللي كيتحط فيه البنات التليفون، كل لحظة بحال هكذا هذا الشكل ديالها البنات. في الاخر ملي ركبناها شيوها ماشي مشكل، إيه دابا نشعلوها باش نشوفوها كي كتجيب لها تنطفي الضو. شوفوها هذا هو الضو ديالها، وكتلعبوا في الضو كيف ما بغيتوا. دابا شوف هاد لاكولوغ، هاد لاكولوغ نقصوا منها هاد لاكولوغ بيض، هذا صراحة واعرة. تسلم يا حبي والله، شكرا. مالك كده بتوطي الإضاءة هي؟ وكده بتعلي صراحة واعرة. شوف البنات دابا هنا أنا مخدمة الإضاءة، تقريبا عطوة ولكن مخدمة الإضاءة صراحة خطيرة، غتنفعني بزاف ديال الحاجات والله تزوينة. كتلعبو كيفما هي كنقص منها، شوف هنا كتلقى كنقص الإضاءة، شوف هاد لاكولوغ هدا صفر بزاف ديال ليزون مشات فيها، شوفو هنايا واعرة واعرة بزاف صراحة. أنا طبيتها هذا الضو البيض صح البنات، والله زوينة بزاف عجبتني والله تغزال.
حبوبات لوسفة غادي نحتاجو فيها معلقة ديال بيكربونات الصودا وشوية ديال الليمون اللي هو الحامض هنا. غادي نجمعو المكونات بأي برودوي عندكم ديال سنان مع معلقة ديال الملحة ومعلقة ديال قشور البيض. هنا حبوباتي غنجيبو شي هكا يا شي طبيصل ولا هذا باش نخلطو المكونات. غنديرو البيكربونات الصودا، غادي نديرو عليها معلقة ديال القشور البيض، راه ساهلين وزوينين بزاف بزاف بزاف، كيعاونوا على تنظيف داك الكالكير اللي كيكون في السنان. وهاد الوصفة تعمدوها ديروها غير 3 ايام في الاسبوع باغ سيمين. وغندير معلقة صغيرة ديال الملح الطعام، غادي نديرو هنايا رشة ديال الليمون، اللي ما بغاش ما يديرهاش. وبان نجمعو المكونات غادي نجمعوهم باي سيني، المهم باي سينيال عندكم غتجمعو به مزيان بحال هكا بمعلقة. صافي البنات، وهذه هي الوصفة ديالنا ديال اليوم، نتمنى تعجبكم. راه زوينة بزاف وفريمون والله العظيم حتى كتنظف داك الكالكير. صافي، من بعد البنات مني كنحصلوا على هاد القوام ديالها كنديروها في اي طويسه عندنا صغيره وصافي، وكنحتفظوا بها. من الاحسن تخليوها هكايا في الحمام باش تبقاو هكا مفكرين. والوصفه ديروها 3 ايام في السيمانه، 3 ايام في الاسبوع بس. ونتمنى يعجبكم الوصفه خفيفه ظريفه، وما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير.